جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أحيانا تحصل حوادث أثناء وجودي أو مروري من مكان ما، مثل أن تحصل مشكلة لشخص بعد سلامي عليه، أو أن يتعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بأحد أقاربي عند وجودي في بيته، فهل يجب علي وأنا في هذه الحالة أن يكون إيماني بحدوث القضاء والقدر أحق من إيماني بأن العين حق وحدوثها قائم؟ الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان، والإصابة بالعين من القضاء والقدر. لا يصيبك أحد بعينه إلا وقد قدر الله سبحانه وتعالى ذلك، وكل شيء بقضاء الله عز وجل وبقدره من العين وغيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. لا أدري شيخ صالح، كأني فهمت من هذا السؤال أن الرجل يتهم نفسه بشيء معين. كيف؟ كأنه يتهم أن عينه تصيب الأشياء أو تصيب الناس أو ما أشبه هذا. من وجد في نفسه شيئا من هذا وأنه يصيب الناس بعينه، فإنه يكثر من ذكر الله عز وجل. طيب. والدعاء، وذلك يذهب ضرر العين بإذن الله. طيب. يكثر من ذكر الله عز وجل. طيب. والدعاء بالبركة لما يراه أمامه من أموال الناس وأحوالهم، يدعو لهم بالبركة. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن والحالة هذه عليه أن يكون مؤمنا بأن العين حق، وفي نفس الوقت يؤمن بأن القضاء والقدر لا بد وأن يكون أيضا حادث، لكن لا بد أن يتورع وأن يذكر الله عندما يعجبه شيء. نعم، يؤمن بأن بالقضاء والقدر، ويؤمن بأن العين من القضاء والقدر. طيب. وأنها تصيب بإذن الله سبحانه وتعالى وبتقديره، ويستعمل الأسباب الواقية. طيب. من ضررها، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.